السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم جميعا. يا رب تكونوا بأحسن صحة وأحسن حال، واللي أول مرة يشوف فيديوهاتي يا ريت يفعل الجرس ليصل كل جديد، وكمان ينورني بالاشتراك في القناة ويشير لكل الأصحاب، وكمان لايك للفيديو لو عجبكم. في الحلقة اللي فاتت، أو مش اللي فاتت، أو عشان الناس لو دخلت القناة، لا الحلقة اللي هي فاتت من كريمات أو من طرق إزالة الشعر، أنا كنت عرفتك عملت فيديو عن طريقة إزالة الشعر بالجهاز الشمع اللي هو متواجد من السنين اللي هو العادي، الشمعة العادية، وكنت عملت بشمعة الفراولة للناس اللي هي بتستخدمه وبتحرق نفسها. للأسف ناس كتير جدا بتستخدم الأجهزة دي غلط، فبتنطر إنها تحرق نفسها. وكنت وعدتكم المرة اللي فاتت إن أنا هجيب لكم جهاز الشمع اللي لا يخلى أي إعلان على الإنترنت، على وسائل التواصل الاجتماعي، على التلفاز، كله بيعمل على الجهاز البرووكس اللي هو الشمع بالخرز. اما ادخل على اي مجلة موجود الاعلان، دخل على الفيسبوك، الانستجرام، كله. حتى انا منزلة تطبيقات على الجهاز عندي برضو اعلان البرووكس، جهاز الشمع. بالامانة انا حبيت ان انا اجيبه واجربه، هل يستحق كل الدقة من الاعلان دي ولا لا، ولا مجرد هو تمويه؟ فانا جبته بالفعل، وما كانش ينفع ان انا اشغله، اول ما اجيبه اشغله وانا كده مش عارفه اي حاجه فيه، لان ممكن جدا ان انا احرق نفسي. طب ازاي ان انا هقول لكم ازاي طريقته من غير ما تحرق نفسك بكل سهوله بكل سرعه؟ انا شفت فيديوهات كتير جدا للجهاز ده، بس بصراحه تلات ارباعها مش عاجبني، لان هما ما بيقولوش الوصفه صح، او ما بيشرحوش ازاي تكون الشمعه سخنه بالدرجه نهي. هو بيقول لك مش هيحرقك، مش هيلسعك. لا، ممكن جدا ان يحرقك، هو اكيد اكيد هيلسعك. ازاي ومش ازاي، تعالى ما اقوله. هو ده الجهاز، بس انا جبته واستخدمته وحاليا مسخناه عشان انا ما اطولش الفيديو عليكم. المفروض اللي كان هنا مكتوب اللي هو البرو واكس 100، بس طبعا لان اول مره استعمال نزلت عجبه العجبه يعني. فهو ده كرتونته، ثواني اجيب لكم الكرتونه. دي كرتونه الجهاز، ثواني منتخر الدنيا ده عشان الدنيا عندي ضيقه. دي كرتونه الجهاز، انا حتمها بورق بلزق شفاف عشان الكرتونه افضل، يعني ان انا محافظه عليها. ده البرووكس، ده المفروض الجهاز اللي منتشر في كل الاسواق، في على فكره ماركات كتير جدا، مش شرط يكون الجهاز ده. يعني تعالوا النهارده بقول لكم ازاي هنحتاج ايه، او هي الطريقه ازاي. انا مسخناه، فعندنا هنا مفروض ان هما تلات مستويات، اوف واون ومستوى تاني منخفض وهاي اللي هو عالي. انا عاملاه عالي عشان اسيح لكم بسرعه واعمل بسرعه. انا حاليا مسخنه الجهاز وهو بيجي كده. دي مفروض الوعاء بتاعه اللي احنا بنحط فيه، وده اللي بيتسخن، المفروض ده السخان يعني. حتى انتوا لو خدتوا بالكم في اثر شمع، انا جبت الشمع ده شمع خرز ايطالي. ناس كتير شجعتني ان انا اجيب الايطالي مش البرازيلي، مكتوب عليه اهو 115، والجهاز نفسه ب 190 جنيه. هنحتاج ده، وهنحتاج اسباتولا او خافض لسان من اي صيدليه. انا جبته ده، الكميه دي كلها ب10 جنيه. طبعا هناخد واحده نسحبها معانا، ودي للماكينه الضيقه اللي هي بتاعه الجيلاتي، بس لسه مش عارفه بصراحه ما احب اجيب منها علبه بتتباع فين. الطريقه معانا، هناخد كميه، هنسخن الجهاز وهناخد كمية كويسة ولتكن دي، عشان هو هياخد فترة كبيرة في التسخين. بعدين نحتفظ بده. ده اثباته للناس اللي مش عارفة اسمها، او خافض لسان، يا هات الخشبة، هات اي حاجة يعني. ما بحبش ان انا اصعب الامور. زي ما انتوا شايفين ابتدى يسيح اهو اهو، بنفضل نقلبه لما يوصل انه يسيح خالص. ريحته مش شاذة، ريحته اجمل من الشمع التاني بصراحة. هنسيبه شوية. عايزة اقول لكم ان انا استخدمت انواع كتير جدا، ولسه كمان ان شاء الله هعمل لكم طريقة تعمل عسل الشمع في البيت، لان ناس كتير جدا مش مستطعتها انها تشتري الاجهزة دي او انها تجيبهم.
هعمل لكم كمان عشان كده اكون وفيت معاكم بكل حاجه خاصه بازاله الشعر. بالنسبه لي انا الجهاز ده تحفه 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 جدا جدا جدا، ده احسن انواع الاجهزه كلها، سواء الشمع السويت، سواء جهاز الشمع اللي هو التقليدي ده. البرووكس ده احسن حاجه بالنسبه لي انا، ده دقيق جدا كويس جدا للناس اللي هتعرف تتعامل معاه كويس، بيعمل كل المناطق مش بيعذبك خالص خالص. ابتدى يسيح، عشان ما تمشيش معانا بمسكها لكم. شمع الايطالي يا جماعه لما بتيجي تفرديه تفردي القوام بتاعه وتيجي تشديه ما بيكونش عنده تقطيع، بيكون زي ما انت حطيتيها زي ما انت هتشيليها. وكمان انا دايما بحب ان انا اكون حاجتي كامله، مش جايبه الحاجه ناقصه، بمعنى ان انا بحب الزيوت العطريه بالذات للشمع او بعد الشمع، كل زيت عطري بعد الشمع بيكون جميل جدا. فالنهارده ان شاء الله الجهاز بس يشتغل او يسخنها على الاخر، لان هي انا شفت اكتر من فيديو وانا اتاكدت ان هما بيكونوا قاصين، يقول لك ان الجهاز بيسخن بسرعه. لا طبعا انا مسخنه مفروض، وكمان لسه الوقت ما دخلش ما سخنش معانا زي ما انتوا شايفين كده، هياخد وقت عم يسخن. عايزه اقول لكم يا جماعه نصايح كده صغيره عم الجهاز يسخن. الناس اللي هي بتروح تعمل عمليات ليزر عشان تشيل الشعر وانه ما يطلعش نهائي، الناس اللي هي بتضيف لكريمات او مساحيق ازاله الشعر مواد انها تعجز الشعر وما تطلعش، ده كل ده غلط طبعا، لان ربنا عز وجل لما بيطلع حاجه، مثلا عندك شعر في الشارب، شعر في الحواجب، شعر في الايدين من هنا، دي كل دي الحكمه ربنا عز وجل يعلمها. كل شعره طالعه نبته في جسم الانسان لها فايده وازالتها لها مضرور، احنا بنزلها وبتطلع تاني، لكن انك تمسحيها وتعملي ليزر، تعملي كريمات، تعملي حاجات انها ما تطلعش تاني، ده طبعا غلط. المشكله ان انت تنظفي تنظيف زيتي كل شهر او كل اسبوعين حسب نمو شعر كل واحده مننا. المشكله انك دايما تحافظي على جمالك وهدوءك ورونقك، مش هتاخد منك مجهود، مش هياخد منك وقت، بس اهم حاجه ان انت ما تلتجئيش لاي حاجه من الموجوده اللي انت تعملي حاجات تزيل الشعر نهائي وما تطلعوش. لا طبعا هاتي الاجهزه دي، انا بفضل ان الجهاز ده يكون استعمال شخصي مش تستعمليه لحد. ليه بقى استعمال شخصي؟ بما اني جربت على فكره الكيس ده كان مليان، بس طبعا لان انت ما ينفعش انك تستخدميه تاني منك لحد، لان طبعا ده ضرر، ده تقريبا نص كيلو بقيت ارمي. فلما يكون استعمال شخصي، نفترض ان انا هعمل هزيل شعر الوجه بالكميه دي، طب لسه تصلح انها تستخدم تاني، تبدليها في حاله واحده بس، ان هي مثلا المنطقه خلاص بقى القطعه دي كلها ما بقتش نظيفه، لازم ان انت فعلا تنضفيها. جينا للجزء المهم من تسيح الشمع. شوفوا يا جماعه، الناس بتستنى لما الشمع اصلا يكون شوربه بعدين تقعد تعمل لك كده، شايفين شايفين القوام؟ لا لا طبعا، لو انتوا لاحظتوا ان في كل فيديوهات اجنبيه، مش هقول لك عربيه لان العربيه يعني تلات ارباع الفيديوهات من غير ما نغلط في اي حد فيها غشوميه، لو انت لاحظتي ان تلات ارباع الفيديوهات الاسباتولا نفسها بيكون عليها قوام كده، بيكون عليها كده، ما بيكونش بتسقط، بيكون ماسكه كده، يعني انت محتاجه تعملي عسوم كده، بمعنى ان انت هتسخنيه للاخر وهتسيبيه شويه لحد ما يوصل للسمك اللي انا قلت لك عليه ده. هتعرفي السمك ده ازاي؟ طب خليكي برضو سمعتي مني الفيديو ومش فاهمه يعني ايه السمك ومش عارفه انك هتاخديه ازاي، هقول لك انا السمك ده هتعرفيه بحاجه واحده بس، ان انت لما هتستخدمي الاسباتولا كده وهتلم عليها الشمع كده، ما عادش هيسقط بقى منك، ما عادش هيبقى شوربه، مش هيسقط منك كتير، تمام؟
وبعدين احنا عايزين ايه؟ اه كده كويس اوي. السخونية دي هتعمليها هتمشيه عكس نمو الشعر، لو انت لاحظتي زي ده كده. طبعا الايد عندي ما فيهاش شعر اصلا، ده خلقي ما فيهاش شعر، بس انا ببين لك ازاي ان انت بتقدري تستخدميه. لا اما بتسيبي تخانة في الطرف، لا اما بتسيبي العصاية عليه كده، بس طبعا محدش هيستحمل ان العصاية تستنى عليه شوية، هو بيقعد دقيقتين بالظبط وبينشف. السباتولا الرفيعة الصغيرة دي لمنطقة الحواجب، انا بادئة منكم لو انتوا عملتوا الحواجب. الحواجب يا جماعة حرام، لكن ممكن طبعا تشتري العبسة، الزوايد، طبعا ده اللي هتفيدكم جدا. تعملي منطقة الشارب، الشنب، عشان ما حدش يقول الشارب. طريقته جميلة جدا جدا، لسه زي ما انتوا شفتوا لسه مس بريتش، هو بينشف يعني، بيقعد 3 دقايق مش اكتر من كده وبعدين بتزليه. انصحكم جدا يا جماعة ان انتوا تستخدموه استخدام شخصي. بيتشال بكل سهولة. طبعا انا ما عنديش شعر في الكف بشكل عام، يعني ما فيش شعر في الكف. ده بعد ما بيكون ناشف يا جماعة بكل سهولة. يبقى انا كده عرفتكم حاجة مهمة جدا، ان بتحطيها تاني في الشمع على فكرة، ان بتمسكوا السباتولا او خافض اللسان حاليا كده سخنة، دي كده ما ينفعش. شو اصبحت ازاي ما بتقعش؟ هو ده الطريقة المظبوطة، مش انها تبقى شوربة وتسقط كده وتستخدمي، لا طبعا انت كده هتحرقي نفسك، مش هتلسعي نفسك، انت هتحرقي نفسك. ودايما بعد اي استخدام استخدمي الكريم العطري، ده موجود عند اي مستحضرات تجميل. قول له سمحت عايزة زيت عطري للشمع، لان في زيت عطري تاني، في زيت عطري للشمع. وبكده اكون عملت لكم النهاردة حلقة جميلة عن جهاز البرووكس. يا رب يكون الشرح مش طويل ومش ممل، واتمنى بلاش تعليقات سخيفة يا جماعة، احنا هنا بنفيد ونستفيد. انا بنصح كل بنت باستخدامها وكل عروسة ان هي تجيب الكمية دي، لو عروسة تكفيها الكمية دي على فكرة سنة. بس بنصح كمان ان هو يكون استخدام شخصي، ما يكونش استخدام لاي حد وخلاص. يا رب يكون النهاردة الوصفة عجبتكم، وكمان هحط لكم في صندوق الوصف طريقة استخدام جهاز الشمع التاني اللي هو جهاز الشمع العادي للناس اللي هي عندها ومش قادرة تشتري ده. وان شاء الله في الوصفة الجاية هعمل لكم طريقة ازالة الشعر بالحلاوة السويت اللي انت تقدر تعملها بالسكر والليمون او السكر والريفو عن طريق البيت، هعملها لكم كمان معانا خطوة بخطوة. يا رب تكون الوصفة عجبتكم، وما تنسوش باللايك وشير لكل اصحاب وسبسكرايب القناة وتفعيل زر الجرس، والى اللقاء ووصفة جديدة من وصفتنا.